أهلا بكم وإلى العناوين. الأطراف السوريون يوافقون على المحادثات المباشرة في جنيف والمعارضة تفشل في دمج المنصات بوفد واحد. المقداد يؤكد وجود تنسيق بين دمشق وبغداد في محاربة داعش إثر غارات المقاتلات العراقية في سوريا. مصادر دبلوماسية عربية للميادين، وزير الخارجية السعودي عادل جبير في بغداد اليوم. البيت الأبيض يمنع منظمات إعلامية رئيسية من حضور الإفادة الصحفية، ومراسلون ينسحبون تضامنا. تتواصل المحادثات السورية في جنيف لليوم الثالث، والمبعوث الأممي ستيفان دي مستورا يعلن موافقة الأطراف السوريين على الجلوس وجها لوجه في هذه المحادثات. دي مستورا أضاف أن أساس جدول الأعمال هو القرار الأممي الذي يحدد عملية الانتقال السياسي، لافتا إلى أن الأوراق التي سلمها للوفود السورية هي وثائق إجرائية وينتظر الرد عليها. موسى عاصي. بخطى ثقيلة وحذرة تحاول محادثات جنيف شق طريقها نحو الملفات السياسية من دون القدرة على اجتياز الحواجز الشكلية والإجراءات العملية. أوراق وزعها المبعوث الخاص على الوفود التي التقاها تتضمن مطالب متواضعة جدا. ما هي رؤية كل وفد وشروطه لمحادثات مباشرة؟ الوفد الحكومي لا مشكلة لديه، مستعد لمحاولة المعارضة، ولكن أي معارضة؟ محاولات الوفود لدمج المنصات في وفد واحد لم تنجح، والمبعوث الأممي يكرر مطلبه بعدم توقع المعجزات. دي مستورا تقدم ببعض الاقتراحات الملموسة من أجل إجراء محادثات تؤدي في نهاية المطاف إلى مفاوضات، وهو يدرس ما جرى خلال اجتماعات اليوم، وبرأيه فإن هذه عملية طويلة وشاقة، ويرجوكم ألا تتوقعوا اختراقات عن قرب. لقاء الوفد الحكومي الأول مع الوسيط الأممي لم يخرج عن الإطار الإعدادي للمحادثات، وبشار الجعفري وعد بالرد على ورقة دي مستورا في الجلسة المقبلة. في نهاية الاجتماع استلمنا ورقة من دي مستورا واتفقنا أن ندرسها على أن نعود إليه في الجلسة المقبلة بموقفنا من محتويات هذه الورقة. بالنسبة للجلسة المقبلة سنتفق عليها عبر الأقنية الدبلوماسية مع مكتب دي مستورا نفسه. المبعوث الدولي هو نفس القرارات الدولية، والقرارات الدولية موضوعة بشكل يعني غاية التفسير، غاية الوقوع. عندما يتحدث ليان جنيف عن هيئة حكم انتقالية يتم يعني بين النظام والمعارضه والاطراف الاخرى بعمليه التوافق المتبادل، تكون كامل الصلاحيات التنفيذيه، وهناك قرارات للجمعيه العامه للامم المتحده حددت هذه الصلاحيات بصلاحيات رئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء بكافه يعني اداره كافه مؤسسات الدوله. اجتماعات عقدت مساء أمس بين وفد منصة الرياض ووفد منصة القاهرة برئاسة جهاد مقدسي في محاولة للتوصل إلى قواسم مشتركة بين الأطراف المعارضة الثلاثة. جل ما جرى التوصل إليه اتفاق على تنسيق تقني. لا يزال جنيف 4 يراوح في دائرة ألفباء المحادثات. مطالب أممية من المتحاورين لا تتعدى الحصول على رؤية كل طرف حول شكل ومجريات هذا الحوار، حوار لا يبدو أنه سيقارب المضمون عما قريب. موسى عاصي، جنيف، الميادين. رئيس منصة موسكو قدري جميل أكد الميادين أن حل الأزمة السورية يرتكز على قرار مجلس الأمن 2254، مشيرا إلى أن القرار انعطافة في العلاقات الدولية. لعبة انتهت، جيم أوفر، يجب الذهاب نحو تطبيق القرار، ولا مخرج عمليا إلا هذا القرار. وإذا أي أحد بده يغمس خارج صحن قرار 2254 فبده يطلع برات التسوية نهائيا. لذلك أنصح الجميع، المعارضة وغير المعارضة، أن ينتبهوا جيدا أن 2254 هو انعطاف في العلاقات الدولية، حيث وضع قرار مو حتى ينحط على الرف، وضع قرار كي يتنفذ. على صعيد آخر، أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن ثمة تنسيقا بين بغداد ودمشق في الحرب على داعش. موقف المقداد جاء على إثر تنفيذ المقاتلات العراقية سلسلة ضربات ضد مواقع داعش في سوريا. There is coordination of course and
بالطبع التنسيق قائم، ونعتقد أن هناك ساحة معركة موحدة ضد تنظيم داعش في كلا البلدين. الحاجة ملحة إلى المزيد من التنسيق، لكن التنسيق المطلوب جار. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أنها زودت العراق بمعلومات استخبارية لتنفيذ غارات داخل سوريا. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن تنفيذ القوات الجوية العراقية سلسلة ضربات ضد مواقع داعش في البوكمال بسوريا. أفادت مصادر دبلوماسية عربية للميادين بأن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير سيزور العاصمة العراقية بغداد اليوم. المصادر لفتت إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى العراق منذ عام 2003. ميدانيا في العراق، حررت الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب مطار الموصل ومعسكر الغزلاني في جنوب الساحل الأيمن للمدينة، وبشرت القوات العراقية إنشاء خطوط تماس مع مسلحي داعش عند أول أحياء المدينة. عبد الله بدران. باشرت القوات العراقية عملية استعادة شمال مطار الموصل، تمكنت من تحرير المطار بكامله ومعسكر الغزلاني، وبالتالي هي خلقت خطوط تماس مع مسلحي داعش عند أولى أحياء الساحل الأيمن لمدينة الموصل. الطيران من محور جنوب شرق الساحل الأيمن وحي المأمون، وباشرت القوات العراقية عملية الاندفاع وعمليات مسك أرض من قبل القوات الساندة. اشتركت بهذه العمليات فرقة الرد السريع، الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب. هذا هو خط الصد، التماس المباشر مع مسلحي داعش، وعمود الدخان هو لصهريج المفخخ دفعه التنظيم باتجاه القوات العراقية، لكن مفارس طبعا الصواريخ الحرارية التي تواكب تقدم القوات العراقية من الشرطة الاتحادية ومن قوات النخبة في الفرقة الذهبية أحبطت هذا الهجوم. السيارة المفخخة متوجهة على قطاعاتنا، وبفضل الأبطال فوج مغطاة الدروع قدرنا نمنع المفخخة قبل الإيصال إلى قطاعاتنا. عبر يا مفارس؟ مفارس فوج مغطاة الدروع بطل القرنيت. إذن عملية إحباط تقدم السيارة المفخخة تسند فيها المهام لمفارز الصواريخ الحرارية التي تواكب القوات العراقية، والتي غالبا ما تكون رأس الحربة في تقدم هذه القوات لرصد أي حركة لسيارات داعش المفخخة. كذلك يمكن أن نرصد صواريخ SPG-9 ومفارز الصواريخ الحرارية والدرع الذي يتبع الجيش العراقي، دبابات الإبرامز التي تواكب تقدم القوات العراقية في عمليات جنوب المدينة. من جنوب الموصل، عبد الله بدران، الميادين. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. حفل برسائل سياسية في كارنفال ريو دي جانيرو. من جديد أهلا بكم. تصادف في هذه الفترة ذكرى مرور 20 عاما على تحطم مروحيتين تابعتين للجيش الإسرائيلي ومقتل 73 جنديا أثناء توجههم إلى الخدمة داخل ما كان يعرف بالحزام الأمني في جنوب لبنان، ما اعتبر من أصعب الفترات في تاريخ الجيش الإسرائيلي. هيثم عباني. 17 عاما على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وكابوس الخدمة هناك يلاحق جنوده حتى اليوم. موقع الدبشة أحد أبرز المواقع التي تشهد على تلك الحقبة الأصعب والأكثر إرباكا في تاريخ الجيش الإسرائيلي بحسب تقرير القناة العاشرة. موقع الدبشة هو رمز من عدة نواحي، هو قصة حزينة ومؤلمة وليس فيها مجد. عملية اقتحام موقع الدبشة في العام 1995 من قبل مقاتلي حزب الله حفرت عميقا في ذاكرة الضباط والجنود الإسرائيليين الذين خدموا في منطقة الحزام الأمني في تلك الفترة، وشكلت وصمة عار لا يمكن محوها عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. وصل عناصر حزب الله إلى الموقع ووضعوا العلم. في اللحظة التي صوروا فيها وضع العلم على موقع تابع للجيش الإسرائيلي، فإن أسوأ ما يمكن أن يقع قد وقع، لا يوجد أسوأ من ذلك. لقد كنت ترى القتلى إلى جانبك. لقد شعرنا مرات عديدة أننا كالبط في ميدان الرماية. في 25 من شهر أيار فجرنا الموقع، لكن بالنسبة لنا فكأن الأمر لم يحصل، لم ينفجر أبداً.
العقيد كوبي رومان القائد السابق للواء القطاع الشرقي داخل الحزام الأمني قال للقناة العاشرة إن الإرباك والتردد اللذين سيطرا في تلك الفترة على الجيش الإسرائيلي حفرا عميقا في الوعي الإسرائيلي، وما زالت تردداته تؤثر في قرارات المستويات العليا السياسية والعسكرية في إسرائيل حتى الآن، وهو ما ظهر لاحقا في الحروب على قطاع غزة وفي حرب لبنان الثانية. في بيروت عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضاع المنطقة العربية وتطورات القضية الفلسطينية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يلتقي مساء رئيس الحكومة سعد الحريري. علي مرتضى. في يومه الثاني في لبنان زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقر الرئاسة الثانية، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه آخر التطورات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وجرى تنسيق المواقف بين الطرفين حول القضية العربية الوحيدة الجامعة كما أسماها بري. التنسيق دائم وقائم، ولكن على الموضوع الأساسي كما قلت في طهران أكرر أن يكون الموضوع الأوحد الذي يجمعنا، لأن كل موضوع آخر هو يفرق هو موضوع فلسطين. هناك إدارة أمريكية جديدة، هناك انتخابات مختلفة في دول أوروبا، هناك القمة العربية، هناك اجتماعات برلمانية، هناك الوحدة الوطنية الفلسطينية التي احتضنت لبنان مؤخرا أحد اجتماعاتها من أجل السير قدما في هذه الوحدة. كل هذه القضايا هي عنوان لقاءاتنا، هي عنوان أحاديثنا هنا. الرئاسة الثالثة كانت وجهة الرئيس الفلسطيني التالية. اجتماعه برئيس الحكومة سعد الحريري لم يعقبه مؤتمر صحفي، إلا أن مصادر أكدت دعم الحريري خلال لقائه عباس كل الجهود الفلسطينية الساعية نحو الوحدة السياسية، مؤكدا الوقوف إلى جانب فلسطين بوجه الهجمة الإسرائيلية عليها، ولا سيما في موضوع الاستيطان والقدس. زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان بتوقيتها المهم والمدروس بحسب الرئاسة الفلسطينية تؤكد التشاور الفلسطيني اللبناني في كل ما هو متعلق بالقضية الفلسطينية، وتظهر رغبة لدى الطرفين بالتواصل الإيجابي حول المسائل الداخلية وصولا إلى تنسيق المواقف على الصعيد الدولي. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة لا تبني القوة من أجل غزة فقط، إنما من أجل كل فلسطين. جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح مسجد الشهيد العطار في رفح. معركتنا اليوم حقيقة عنوانها المسجد الأقصى، لأن العدو يفعل بالمسجد وأطلق يده العابثة في هذا المسجد، ولكن نحن لم نستسلم. ثلة من المرابطين والمرابطات أسقطوا مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. أهلنا في الضفة الغربية حينما فجروا انتفاضة القدس من أجل المسجد الأقصى، ونحن هنا حينما نقاتل ونبني ونراكم القوة مش فقط للدفاع عن غزة. واهم من يعتقد أن حركة بهذه القوة وبهذه الرفعة وبهذا الاتساع هو هدفها هو أن تحافظ على غزة، لا، القدس. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية سقوط عدد من القتلى والجرحى من قوات الرئيس عبد رب منصور هادي والجنود السعوديين خلال التصدي لمحاولة تقدمهم باتجاه موقع الشبكة في نجران السعودية. إلى ذلك أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية إسقاط طائرة للتحالف السعودي بنيران الدفاعات الجوية في نجران. التحالف قال إن المقاتلة أردنية وقد سقطت بمحافظة خباش في نجران نتيجة خلل فني. أيضا في الشأن اليمني أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 4.5 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى الخدمات الصحية ولا سيما إلى الوقاية من سوء التغذية. المنظمة أكدت فقدان نحو 15 مليون شخص فرص الوصول للخدمات الصحية بسبب الحرب، لافتة في هذا السياق إلى أن 40% من المرافق الصحية تعمل جزئيا، فيما توقف العمل تماما في نحو 7% من هذه المرافق.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها تقريبا ثلث كمية اليورانيوم المخصب التي يسمح بها الاتفاق النووي. الوكالة كشفت في تقرير لها أن إيران تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي ولم تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة ولم تخزن احتياطا غير قانوني منه ومن المورانيوم المنضب أو المياه الثقيلة. رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدافع الرئيسي لتعديل الدستور والانتقال إلى نظام رئاسي أن النظام الحالي غير قادر على تحقيق أهداف تركيا وحل مشكلاتها العالقة. أردوغان أضاف أن قرار إعادة عقوبة الإعدام من صلاحيات البرلمان ولكنه يتطلب استفتاء. إن قرار إعادة عقوبة الإعدام يعود إلى البرلمان وبمجرد أن يوافق عليه سأوافق عليه أيضا، لكن ذلك يتطلب تعديلا دستوريا في 16 من نيسان أبريل يوم الاستفتاء على تعزيز صلاحية رئيس الجمهورية، وستكون الإجابة على ذلك أيضا. إذا لزم الأمر يمكن إجراء استفتاء يتعلق بهذا الموضوع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيسعى إلى تعزيز القدرات الهجومية والدفاعية للجيش الأمريكي عبر زيادة ميزانية الجيش إلى أعلى مستوى لها في التاريخ الأمريكي، وأضاف أنه سيزيد الإنفاق العسكري لجعل القدرات الدفاعية الأمريكية أكبر وأقوى من أي وقت مضى. ومن جهة ثانية جدد ترامب قوله أن أوروبا مكان غير آمن في إشارة منه إلى سياستها تجاه اللاجئين. على صعيد آخر، غرد ترامب عبر تويتر قائلا أن ما وصفها بوسائل الإعلام الكاذبة عن قصد لا تقول الحقيقة، ورأى في ذلك خطرا كبيرا على بلاده. وكان البيت الأبيض قد استبعد عددا من المنظمات الإعلامية الأمريكية الرئيسية من حضور إفادة صحفية من دون كاميرات، بينها CNN ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس، وانسحب مراسلون من بعض الوسائل الإعلامية تضامنا مع من منعوا من الحضور. هذا ولفتت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ممثلا عن وكالات الأنباء حضر الإفادة وبعد تقريرا لتوزيعه على كل المؤسسات. في البرازيل تجمع المئات في شوارع ريو دي جانيرو للمشاركة في كرنفال خاص جرى تنظيمه لنقل رسالة احتجاج إلى الرئيس ميشيل تامر في اليوم الأول من الكرنفال التقليدي، وحملت الفعاليات طابعا أبعد من مجرد الاحتفال. فكرنفال الشراع اتخذ طابعا سياسيا حيث رفع المشاركون الشعارات المنددة بتامر وبما سموه انقلابا على الرئيس السابق ديلما روسيف. احتفلت محافظة الجزائر بمناسبة يوم القصبة العتيقة بواحدة من أقدم الآثار في أعالي العاصمة، وللمرة الأولى فتحت أبواب قلعة الداي حسين أمام الزائرين ليشاهدوا معلما ما زال شاهدا على الاحتلال الفرنسيين للجزائر. أسامة عبد النور والتفاصيل. يصنفها اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي. القصبة العتيقة التي تحتضن القلعة الأكبر في العالم الإسلامي، قلعة قاومت الزلازل وانجراف التربة لتبقى شامخة في هذه الربوة الاستراتيجية المطلة على الواجهة البحرية للمدينة. وداخل المعلم هذا عندك مسجدين، عندك مسجدين كشاريين اللي كان على اليسار لما دخلنا الداخل، وفيه المسجد الثاني اللي بني في 1817 من طرف أخر داي الجزائر حسين. وعندك جناح مثلا كان تابع للآغا، والآغا هو اللي كان حاكم الجيش أنذاك. تعني تسمية القصبة الحي القديم، فهذه الأزقة العتيقة والحجارة الطوبية والأبواب الخشبية والنحاسية تروي موقعة المروحة التي أشار بها الداي حسين على القنصل الفرنسي وطرده من مجلسه بسبب عدم وفاء بلاده بالديون، ذريعة اتخذتها فرنسا لاحتلال الجزائر ونهب خيراتها طوال قرن ونصف قرن من الزمن. القنصل الفرنسي دوفال اختار باش يدير استفزاز للداي بقرار من شارل العاشر وبولينياك وطايرون اللي كانوا حابين يهاجموا هذه البلاد نظرا للكنز اللي كان فيها. عمر هذه الأزقة 5 قرون، تسمى بالقصبة العليا المطلة على القصبة السفلى، وهي قصر الداي الذي احتلت في عهده مدينة الجزائر مسغنة المحروسة بسبب تطاول القنصل الفرنسي في حادثة المعروفة بالمروحة. مدينة ولادة ما زالت تعتق الفن الأصيل.
كبير. فجيل كامل من رواد الأغنية الشعبية تخرج من بيوت القصبة حتى أصبح وراء كل باب فنان يستجمع إلهامه من تاريخها. لأكثر من 20 سنة عاجزت السلطات الجزائرية عن ترميم القصبة بسبب رفض السكان مغادرتها برغم تدهور حالتها. هناك غلاف مالي كبير يقدر ب2000 مليار لتهيئة هذه القصبة العريقة. القصبة هي ذاكرة الجزائريين الحية تختصر أزقتها حقب التاريخ الثوري والسياسي والحضاري للبلاد. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. والآن إلى أبرز معلومات بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم، والزميل أحمد عبد الله. صباح الخير أحمد. صباح الخير سلمى. تفضل. شكرا. صباح الخير مجددا مشاهدينا، نبدأ جولتنا على أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم من العراق مع صحيفة الصباح، وفيها طائراتنا تدمر أوكارا لداعش في سوريا بعد أوامر العبادي والتنسيق مع دمشق، تطهير مطار الموصل ومعسكر الغزلاني، بدء تحرير أحياء الجانب الأيمن. صحيفة القدس الفلسطينية كتبت في عناوينها لهذا اليوم: مخطط إسرائيلي جديد على سفوح جبل الزيتون في إطار محاولات تهويد المدينة المقدسة، إصابة العشرات خلال قمع المسيرات السلمية الأسبوعية، المطالبة بفتح شارع الشهداء في الخليل وفك الإغلاق عن قلب المدينة، المدفعية الإسرائيلية تطلق قذيفتين شمال قطاع غزة. عضو كنيست يصف القرار بأنه غبي، إسرائيل ترفض منح تصريح عمل لمنظمة حقوقية أمريكية. من القدس الفلسطينية ننتقل إلى صحيفة الثورة اليمنية، وجاء في عنوانها الأول: 700 يوم من العدوان الوحشي، أكثر من 12 ألف شهيد و20 ألف جريح، بينهم 8852 طفلا وامرأة. خيبة أمل حيال قرار مجلس الأمن. الخارجية: القرار تجاهل واقع العدوان وتصعيده العسكري ومجازره اليومية. اعتراف سعودي أردني بسقوطها. الدفاع الجوي يسقط طائرة F-16 تابعة للعدوان في جبهة نجران. أما صحيفة الحياة السعودية فعنونت لهذا اليوم: حرب شوارع في طرابلس، قتل مدنيون وتدمير منازل ومحاصرة عائلات في اشتباكات بين مجموعات مسلحة، اختلاف أولويات في جنيف، أنقرة تعلن أن درع الفرات حقق أهدافه، عطل فني يسقط طائرة أردنية تشارك في عمليات التحالف، هجوم انتحاري على معسكر للجيش في زنجبار. جولتنا على أبرز عناوين الصحف نتابعها، ونصل إلى صحيفة عمان ونقرأ فيها: مع استعادة الباب تفجير على مشارفها يقتل 42 شخصا، المفاوضات السورية في جنيف تدخل المرحلة الفعلية. لأول مرة قوات عراقية تقصف داعش داخل سوريا، 15 قتيلا من حرس الحدود العراقي على حدود الأردن. الثلاثاء نشر تقرير حساس حول حرب غزة 2014، الأمم المتحدة عقوبة الجندي الإسرائيلي القاتل غير مقبولة. إلى الأردن مع صحيفة الدستور، وفي عناوينها نقرأ: هجوم لداعش على معبر ترايبيل، مقتل 15 عسكريا عراقيا بينهم ضابطان، الجيش العراقي يستهدف مواقع للتنظيم في الأراضي السورية. صدامات مع الاحتلال بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي، إسرائيل ترفض منح تأشيرات لموظفي هيومن رايتس ووتش وتتهمها بالانحياز، سقوط طائرة أردنية من قوات التحالف في الأراضي السعودية ونجاة الطيار. من لبنان نختم جولتنا على أبرز عناوين الصحف مع صحيفة البناء التي عنونت: موسكو للفيتو بوجه مشروع غربي لإدانة سوريا بعد حملة تشهير كيماوي، جنيف لليوم الثاني يبحث بجدول الأعمال وتوحيد الوفد المعارض، لبنان يكمل فلسطينيا مع جمود الملف الانتخابي والموازنة للفكفكة. جولة جنيف 4 لن تخرج عن إطار سيادة سوريا وتقدم الجيش في الميدان. مع صحيفة البناء نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة على أبرز عناوين الصحف. عودة إليك سلمى. أحمد شكرا جزيلا. والآن إلى العناوين. الأطراف السوريون يوافقون على المحادثات المباشرة في جنيف، والمعارضة تفشل في دمج المنصات بوفد واحد.
المقداد يؤكد وجود تنسيق بين دمشق وبغداد في محاربة داعش إثر غارات المقاتلات العراقية في سوريا. مصادر دبلوماسية عربية للميادين، وزير الخارجية السعودية عادل جبير في بغداد اليوم. البيت الأبيض يمنع منظمات إعلامية رئيسية من حضور الإفادة الصحفية، ومراسلون ينسحبون تضامنا. والمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.